السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. سكان المدينة بني بلال قضية مرتفعة على معها والسنكرة بشدة ما تقدم به العنصر الإسباني في مدينة المرسية بقتل وقات محزنة جدا. مصطفى إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. هذه الزوجة ديالو وليد في هذه اللحظات الزوجة ديالو يعني صبر الله y a los sí, pero todos los sacerdotes no siento mucho por su caso, y uno es árabe musulmano, es tú también, es mujer de él, puedes hablar con nosotros. Vale, bueno, no siento mucho. متابعين قناة اليقين في هذه اللحظات بالضبط وقت محزنة جدا، يعني وصول جثمان فقيد يهتز الرأي العام لحد اللي فات جريمة قتل علاش يا أمام أعين زوجته وأبنائه، يعني الزوجة ديالو مصدومة مسكينة ما قادراش تهدر ما والو. هذه الزوجة ديالي إنا لله وإنا إليه راجعون. Thank you.
انت كاين صلاة الجنازة على الشاب يونس في مسجد زيد بن ثابت بحي الزيتون. اسمح لي ادرسك ادرسك الزوجة ديالو في الريحان خيرا خيرا جاب سموت يا كما تيجي نعم اسمح لي سير حاجة سير لا لا ما عينك فين يدخل كل شيء يدخل معاها شي وحده صافي كما كتشاهدوا الان الام ديالو يوم سمعتي امين امين